رحبت جمعية المستشفيات الخاصة بإقرار الحكومة للتأشيرة العلاجية الخاصة بمرضى الدول المقيدة الراغبين بتلقي العلاج في المملكة. وثمن رئيس الجمعية فوز الحمور استجابة الحكومة وتقديم مزيد من التسهيلات لمنح تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة عبر إصدار تعليمات خاصة بذلك. وأكد الحموري على ضرورة الإسراع في تعميم التعليمات الجديدة على البعثات الدبلوماسية ومكاتب الطيران في الدول المقيدة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري. دكتور فوزي أهلا وسهلا بك في نشرة الرابعة. دكتور، أهمية هذا القرار الحكومي الأخير باعتقادك؟ مما لا شك فيه بأن أي تسهيلات تقدم للمرضى الراغبين في العلاج في المملكة من الجنسيات المقيدة سيكون له أثر إيجابي في زيادة أعداد المرضى، ونحن ندرك مدى أهمية السياحة العلاجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة بأنها ترفد الاقتصاد بما نسبته 3.5% من الناتج القومي الإجمالي. هذه التعليمات التي صدرت الحقيقة جاءت بعد لقائنا الذي تم مع دولة رئيس الوزراء في بداية شهر 4، بعد ذلك التقينا بوزير الداخلية وتم تشكيل لجنة لوضع أسس واضحة لغايات ما يسمى التأشيرة العلاجية. أهم ما ورد فيها هو أن هنالك تأشيرة متعددة السفرات. عادة المريض الذي يجري عملية أو يتابع لمرض سرطان يحتاج إلى أكثر من زيارة إلى المملكة، وبالتالي لم يعد هنالك حاجة أن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة في كل زيارة يقوم بها إلى المملكة. فالتأشيرة متعددة السفرات ومدتها 3 شهور أو 6 شهور سيكون لها أثر إيجابي في زيادة الإقبال على العلاج في المملكة. إذن يعني دكتور تتوقعون يعني انعكاسات إيجابية كبيرة على هذا القرار الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية؟ بالتأكيد، احنا طبعا هدفنا هو ليس فقط القطاع الطبي، هنالك قطاعات كثيرة تستفيد من السياحة العلاجية، لأن المرافقين الذين يحضرون مع المرضى، وبالعادة كل مريض يحضر إلى الأردن يكون معه 2 من المرافقين، يستفيدون من الخدمات السياحية والخدمات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي نحن نتأمل التوسع في استقبال المرضى والزوار بما يسمى السفر الصحي، والذي هو أشمل من السياحة العلاجية. طب في ظل ما قلت أنه مصطلح السفر الصحي دكتور، هل هنالك استعدادات وإمكانيات كبيرة لدى المستشفيات الأردنية لاستيعاب أعداد كبيرة من المرضى الوافدين؟ بالتأكيد، كما لاحظت أخي الكريم هنالك مستشفيات خاصة حديثة تم افتتاحها مؤخرا، وهنالك مستشفيات كبرى سيتم افتتاحها خلال هذا العام 2019، وبالتالي فإن استيعابية المستشفيات الخاصة في المملكة ارتفعت بشكل كبير. حاليا نسبة الإشغال في المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 50% إلى 60%، وبالتالي يوجد إمكانية كبيرة لاستيعاب المزيد من المرضى. لكن هنالك أيضا الخدمات المساندة مثل الفنادق والشقق الفندقية وشركات الطيران، أيضا عليها مسؤولية استيعاب المرافقين مع هؤلاء المرضى وتوفير الخدمات الفندقية اللازمة لهم. الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، شكرا جزيلا لك.